هذه المسيرة الشعبية هي مسيرة في ظل الفعاليات التي يقوم بها الشعب المغربي والتي لم يتوقف منذ انطلاق طوفان الأقصى، هي مسيرة تضامن مع الشعب الفلسطيني، هي كذلك مسيرة نعي القائد الشهيد إسماعيل هنية. هذا القائد والذين سبقوه من الدماء الزكية للشهيدات والشهداء من الشعب الفلسطيني ستكون وبالا على هذا الكيان الغاصب، على هذه الجرثومة، على هذا السرطان الذي أنبت في داخل الجسم العربي والإسلامي. اليوم كذلك نحن نتأسف ونتألم للصمت العربي والإسلامي، غيابه في الجنازة، غيابه في النعي، غيابه في التعزية، هذه ليست من شيم العرب والمسلمين. هذا قائد وطني حقيقي، قائد داخل الأمة، هذا كان رئيس وزراء منتخب من طرف الشعب الفلسطيني. اليوم بهذا الاغتيال رغم الرزء الكبير فهو تأسيس لمرحلة ثانية وجديدة في تاريخ القضية، ولهذا ما حصل وما نقوم به اليوم في هذه المسيرة هو تعبير من الشعب المغربي، أقل ما يمكن أن نقوم به نصرة للشعب الفلسطيني وهو يخوض مقاومته الباسلة في مواجهة مجرمي الحرب العنصريين. وهي مناسبة لنؤكد على أن الجواب عما حصل وما يجري هو طي صفحة التطبيع، هو العمل داخل الشعب وفي صفوف الشعب لتأسيس حالة شعبية رافضة لمحاولات التطبيع الشعبي ثقافيا أو اجتماعيا أو فنيا أو أكاديميا أو كذا، أن يبقى الشعب المغربي رافضا، وهذا موقفه الذي أكدته استطاعة الرأي الأخيرة. وإن شاء الله المقاومة ستنتصر وستتأسس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. اغتياله هو اغتيال الأمل، هو اغتيال الأمل في السلم، هو اغتيال الأمل للأمة، هو اغتيال لكل شيء. هذا رجل كان معروفا بحكمته، برزانته، بتجميع الكلمة من حوله، كان رجلا متميزا في كل شيء، فالله عز وجل اختاره إليه يعني صحته الشهادة، وهي الشهادة التي كان يرجوها. ويحكي لنا الأخ الذي كان معه في الإقامة التي استشهد فيها آخر كلام سمعه منه وهم يتحدثون على الأخ فؤاد شكري، قال لهم الرجل كان يبحث عن الشهادة وقد لقيها، وهي أعظم ما يلقاها الإنسان من بعده، فلم تكن يعني ساعة أو ساعة ونصف حتى لقي الشهادة. ولذلك نحن خرجنا في هذا السياق لنقول مرة أخرى أننا ضد هذا المحتل، وأننا لا نقبل لبلدنا معه أي تعالقة. نحن هنا أولا ننفذ وصية للشهيد إسماعيل هنية، هذه المسيرة أعدت أساسا يعني تلبية لرغبته قبل أن يستشهد. طبعا طرحتم سؤال يعني مصير المفاوضات، هل يعقل أن تقتل أو أن تغتال المفاوض؟ إسماعيل هنية هو المفاوض بالنسبة لي يعني حركة حماس والمجموعة ككل، وبالتالي هذا يدل على أن الكيان الصهيوني وعلى رأسه المجرم نتنياهو لا يريد يعني إطلاقا التسوية، لا يريد أن يبرز يعني هزيمته، وهو مهزوم منذ 7 أكتوبر. زعيم القائد الفلسطيني الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية بصدمة كبيرة، كانت صدمة حقيقية، لأنه قائد من صنف النادر وضحى بالغالي والنفسي، وذهبت عائلته كلها ضحية وشهداء لصالح القضية، وهذا دليل إضافي على أن الكيان الصهيوني الذي كان يروج مع الإدارة الأمريكية للمفاوضات وفي عز ذلك يقدم على جريمة من هذا المستوى، من هذا يؤكد أنه لا يريد لا سلام
ولا يريد إيقاف الحرب، ويريد فقط قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ومن العرب، وبأن وظيفته أساسية هي أكبر قاعدة عسكرية غربية متقدمة في المنطقة، وهدفها من طبيعة الحال هو تشتيت وتفتيت الأمة العربية والإسلامية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.